قراء وقارئات قصدوا باب معهد تاج القرآن الكريم، كانوا معكم طيلة الشهر الفضيل. أمتعونا، أثلجوا صدورنا بأداء قرآني مميز. ثلة طيبة بأخلاق سامية، رحماء فيما بينهم، كانوا نعم السفراء لأهلهم ووطنهم. الحمد لله الذي جمعنا على مائدة القرآن، والحمد لله على كل حال. ها نحن أيها الإخوة الأحباب في ختام معهد تاج القرآن الكريم في ساعاته الأخيرة، وامتزجت مشاعرنا بشوقنا إلى أهلنا وبحسرتنا بفراق أحبتنا وإخوتنا الذين قضينا معهم شهر رمضان المبارك، وما أحسسنا إلا كأننا بين إخوتنا من الصلب وأحبابنا وعائلتنا. كيف لا وقد اجتمعنا على مائدة القرآن الكريم، ومن كانت بدايته مع القرآن الكريم كانت نهايته برضا رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولعل ما يعزينا في فرقتنا أو في افتراقنا في هذه الساعات المقبلة، لعل أفضل ما يعزينا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله تعالى أن يذكرنا فيمن عنده، لأننا التقينا في مائدة القرآن الكريم. وأسأل الله تعالى كذلك أن يجعل ذكرنا طيبا، كل من يتفكرنا يدعو لنا الله سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر حين قال: يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطل عمري فإني يفاني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. ومن خلاله أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أطر معهد تاج القرآن الكريم، فعاملون معاملة الإخوة. يعني صراحة عندما كنا قبل منجو للمسابقة كنا نرى في التلفزة الشيخ طه والشيخ حسان، ويبان لنا أنهم يعني حازمين وصعاب شوية، ولكن بمجرد ما أتينا إلى هنا والله العظيم يعني نخجل عندما نرى في وجوههم. ما علمنا منهم إلا خيرا، وما شهدنا إلا بما علمنا. يعني حسينا كأننا مع إخواتنا وكأننا نعرف بعضنا من زمان. فالله نسأل أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم وحسنات والديهم وكل من ساهم في هذا البرنامج، وكل الإخوة الذين التقينا بهم. نسأل الله تعالى أن لا نفترق إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. واعذروني، يعني الكلام لا يصف الشعور. حقيقة تشرفت أن أكون ضمن هذه الطبعة المباركة مع زميلاتي الطيبات الخلوقات، واللواتي استفدت معهن واستمتعت حقيقة، ومع طلبة الذين تنافسوا تنافسا شريفا وأدوا آداء لا أقول حسنا بل كان آداء متقنا، وحبروا القرآن تحبيرا. حقيقة هذه المجموعة التي تشرفت أن أكون ضمنها هذه السنة طبقت قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، حق التطبيق. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد،
فكما قالوا قبلنا وأؤكد ذلك أيضا، أن تاج القرآن ليس سوى بداية مشوارنا، أكيد لن يكون النهاية، فأرى أنها فتحت لنا بابا نرى من خلاله العالم ربما بصورة أخرى، تغيرت بعد الحصص التي كانت لنا والمحاضرات التي تشرفنا بها من أساتذة ودكاترة، نوروا عقولنا حقيقة وفتحوا عيوننا على أمور ربما تغافلنا عنها أو غفلنا عنها. أرى أن النيات الآن بإذن الله صارت نيات صالحة وخالصة لوجهه الكريم، نيتنا الآن ليست فقط الاستفادة بل حتى الإفادة، ربما إعطاء صورة أحسن عن أهل القرآن، ربما إفادة الناس بما تلقيناه من علوم ومن فوائد. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في من علمنا ومن كان سببا في هذا الخير، من قائمين على هذا البرنامج، من مصورين وفريق صحفي، وكل من شاركنا هذه اللحظات الطيبة، نشكركم جزيل الشكر، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جماعة الخير، لا ننسى بأن أمامنا تكريم يوم القيامة ليس كتكريمات الدنيا، يوم يقال اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فتبقى هذه المسابقات الدنيوية يعني طاقات بشرية، أكيد جزى الله كل القائمين عليها، الشكر موصول للسيد مدير القناة الأستاذ طه الأستاذ حسان وكل القائمين على هذا الخير العظيم بنية صادقة، لكن فلنسعى أن يكون فوزنا الأكبر يوم القيامة. وما دام القرآن قد نقل إلينا بالتواتر، فجمعنا هذا نسأله تعالى أن يبقى متواترا بإذنه تعالى، فكل واحد منا يتذكر هذا الجمع، يذكرنا بدعوة صادقة في ظهر الغيب، على الخير التقينا وعلى الخير نفترق، نسأله تعالى أن يتقبل منا سعينا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استبق الخيرات وسارع وعد إلى نيل الرضوان، اقرأ جود رتل واتلو ارقى تسامى اعرج وعلو، إن الآية منه لتلو صدأ الذنب وكدر الراد، اقرأ فدواءك أن تقرأ قلبك يشفى روحك تبرأ، طب نفسا بالذكر بلنا واسعد وانعم بالفرقان، اقرأ آيات القرآن، تاج فاق على التجار فاز به أهل الرحمن، شيخنا والشيخ فاز به أهل الرحمن، الرجل العظيم الله الله. حقيقة نحن نعيش أجواء لا يمكن مفارقتها، أجواء سعيدة مليئة بالفرحة، مليئة بالسرور، ومليئة بالتماني أن يلاقينا الله سبحانه وتعالى في أجواء أخرى بعد تاج القرآن الكريم، لأنها محطة لا يجب أن تتوقف إن شاء الله، ما زالت الأيام وما زالت المسابقات والفرص بإذن الله. إذن نترككم مع هذه الأصوات الجميلة، مصطفى، إيهاب، نور الدين، أيضا معنا من ما شاء الله، أيضا معاذ، ماحي من غردايا، أمين، كما نذكر أنهم يعيشون آخر أيامهم في هذه مسابقة، مسابقة تاج القرآن الكريم، وعلى موعد غدا مع البرايم الأخير في المنافسة، في انتظار من سيكون حاملا للقب تاج القرآن الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، صح سحوركم وأطيب الله أمانكم. أبدعتم وتميزتم فامتد صداكم عبر المسابقة، آملين أن يمتد صوتكم عابرا حدود القارات. ويحلون بحلته منة مولى.